السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى آخر حلقات كأس الخليج لبرنامجكم فضفض هنا 22 في الرياض. المنتخب القطري والمنتخب السعودي وجها لوجه، وما أشبه الليلة بالبارحة كانا في الافتتاح والآن هما في النهائي الحلم. زميلي أحمد سيتواجد معي في هذه الحلقة مع الأخضر السعودي بإذن الله. زميلي إسماعيل، طبعا البطولة بطولة خليج 22 منافسة قوية، ما حد كان يتوقع أنه ممكن أي أحد من المنتخبات يوصل للنهاية. اليوم فضفض متواجد لتغطية الحدث ورصد انطباعات الجماهير. إذن أعزائي المشاهدين، دعونا قبل أن نبدأ اللقاء المثير نستعرض وإياكم بعيون جماهير برنامج فضفض كيف وصل الفريقان القطري والسعودي إلى النهائي المثير. نتابع. إذا اتحدنا يا خليجي وعدنا المجد والعلياء ونور المسطر، إذا اتحدنا يا خليجي وعدنا المجد والعلياء ونور المسطر، على جبين العز طالع سعادنا والله على العدوان أعز وأكبر. بإذن الله راح نفوز اليوم إن شاء الله تعادل إيجابي 1-1. والله أتوقع أننا بناخذ 3 نقاط 3-0 إن شاء الله. لا 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 لا. لازم تبديل. الجول اللي دخل علينا خطا واضح من الدفاع. بالمناسبه خلفان بصراحه مكانه مؤثر بس بالسنسور يعني. ركنيه سريعه عليه فوق. لا 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 هدف التعادل. الله عليك الله عليك الله عليك. ان شاء الله نسجل الثاني ونخلصها 2-1 ان شاء الله. الثاني ونرجع الدوحه احنا فايزين باول مباراه. مفروض 3-1. فرص ضاعت 4 فرص أو 5 فرص، لكن الله كريم إن شاء الله الكاس لنا إن شاء الله. والله إن شاء الله تكون مباراة سهلة وأتمنى التوفيق حق منتخبنا يعني. إن شاء الله 2-0 منتخب قطر. متفائلين بالمنتخب في بالماضي خاصة. ربعنا ما قصروا وحوش صراحة الملعب. لا تعليق. مستوى اليمن ما عاد مستوى اليمن اللي قلنا نعرفه. ماجد محمد وتسديدة لكلاعب المنتخب القطري وراسية. الله. اللعيبة ما قدموا اللي مطلوب كان عليهم. منتخب قطر في الشوط الثاني أحسن، تفضل أحسن من الشوط الأول. الإعلام هو اللي سبب الخسارة هذه، أعتبرها خسارة أنا. جمهور مثل هذا والله حرام يطلع خسران. النادي راح يحسمها ان شاء الله 1-0. اهم شيء انه يلعب برياحيه بدون تسرع ان شاء الله. 2-0. والله والربع ساعه ضغط البحرين علينا بس الحمد لله. الله ييسر ان شاء الله القطر باذن الله. انا اشوف انه المنتخب القطري هو الاقرب ان شاء الله. راضين على الأداء؟ لا مو راضي. تأهله حلو الحمد لله، ولكن تأهل تعادلات إن شاء الله. العنابي على النهائي بإذن الله بإذن الله. اليوم جمال بالماضي بعد بتشكيلة جدا مناسبة للمنتخب إن شاء الله. هم ما يقصرون إن شاء الله. والله صعبة لكن إن شاء الله 2-1. وانا حاسس ان شاء الله انه بنفوز على عمان. احنا شوي متخوفين، ما في لعبه ان شاء الله في النهايه. يوم ابداع والله، شيء ثاني العنابي اليوم. احنا جينا عشان خاطر العنابي والعنابي يرفع راسنا. ولانا من قطر. يعني تعادل ما ترضى فيه؟ لا والله مرة لازم ثلاث نقاط. ثلاثة قطر واجد هذا حق الأخضر. ثلاثة أستراليا كوريا برازيل الكاف من هنا مو طالع. 4-0. لا 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 ل
بأقدام فهد المولد سجلوها. بعد تبون أجوال خمسة ما نرى في السمبتيك. في السمبتيك. في السمبتيك. ممكن قطر يرجع والله. ركنية سريعة عالية فوق. لا 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 لا. هدف التعادل. الله عليك. الله عليك. الله عليك. تخبطات لوبيز. لوبيز كارو أقل بكثير من مستوى المنتخب السعودي. عبد الله جابر. سامي جابر. سامي منتخب أقوى من. عندنا مشكلة. آسيا ما راح تبات راح تقدم أي شيء. مدرب مسباك. الرابطة ما عليها كلام، أهم شيء اللعيبة قدروا الجمهور هذا. إن شاء الله ثلاثة، إن شاء الله، إن شاء الله ثلاثة اليوم. أتوقع أن المنتخب راح ينافس على البطولة؟ إن شاء الله بإذن الواحد الأحد إن شاء الله، وبصماتها تبان إن شاء الله في المباريات الجاية إن شاء الله. البحرين اخطائهم حلوه والله، فريق نايم صراحه. فزنا باخطاء البحرين والله انه نص ونص الصدق، ما هو بفضل حتى مع الثلاثه، حتى مع الثلاثه لان هدفين كلها باغلاط المنتخب البحرين. اليوم في مجهود، في مجهود، واللي يقول كذا غلطان. انا انتظر المنتخب السعودي باذن الله في المباراه النهائيه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ان شاء الله متعه، ان شاء الله متعه، نبغى نستمتع بس. الامل ما هو بسيط على قطر والبحرين، بس على السعوديه مو. الجماهير لم يوفوا بحق المنتخب، ونطلب من الجمهور ان المباراه ان شاء الله القادمه ان شاء الله يملا الاستاد ان شاء الله. هذه هديه. الله يحفظهم ان شاء الله. الكاس سعودي ان شاء الله. تأهلنا لكن الحقيقه مدرب جبان، لكن كالعاده المنتخب ما اقنعني الى الحين. اكلنا بيش حبه حبه بس. عمي هذا المنتخب الاماراتي عامل لك البطوله ذي مساله وقت 3-0 ما يحتاج. الامارات حامل اللقب والنهائي ان شاء الله ثلاثه بعد. حجروا العموري راح تفوز السعوديه. اذا ما حجروا عموري حتروح باي باي. باذن الله باذن الله جاي اكثر. طبيعي شيء طبيعي. كم بتخسرون؟ باذن الله ثلاثه ثلاثه. بطل المدرب موجود. يعني علاتكم في المدرب؟ المدرب واللعيب. صراحة إن أجمل مباراة استمتعت فيها اليوم. يجي الجميع على النهائي. كاس هنا الكاس. إذن أعزائي المشاهدين شدوا الأحزمة واستعدوا للانطلاق. دقت ساعة العمل، دقت ساعة الحسم، إلى الأمام، إلى نهاية كأس الخليج 22. نعم أعزائي المشاهدين كما تتابعون خلفي أتواجد هنا في مدرجات العنابي الأدعم، وجماهيره حاضرون بقوة اليوم هنا في الرياض في نهاية كأس الخليج 22. الجماهير القطرية أكثر حضور جماهيري لها في هذه المباراة اليوم إن شاء الله. المنتخب القطري 2-1 لأن المباراة صعبة، تعرف فريق ما شاء الله السعودي جامد وفريقنا القطري ما شاء الله جامد. إحنا عندنا ناس تخلص وهم عندهم ناس تخلص، والندية في الملعب، وإن شاء الله اليوم رادين قطر ومعانا الكاس باذن الله في كرنيش الدوحه. امين يا رب. والله جمال بالماضي كالعاده بتحافظ الشوط الاول والشوط الثاني بفاجئهم ان شاء الله في سبرايس اليوم على النابي. نعم في مفاجات. نعم من وين بتجي المفاجات؟ مفاجات من اسماعيل، اسماعيل محمد. بس اعتقد الشوط الاول بيكون ضغط للمنتخب السعودي، يعني ضغط ضغط يعني الله يعيننا عليه.
بس اهم شيء امتص الدفاع منتخبنا الضغط هذا وان شاء الله مفوز عليهم. انا متفائل خير، ما جيت من قطر لهنا الا متفائل منتخبنا يفوز ان شاء الله. انا اقول لهم انتظروا المفاجاه في الملعب اليوم، المنتخب السعودي راح يفاجئ بالعنابي. اوف اوف اوف، كلام قوي يا عزيز المشاهدين، ولعت. شلون شنو المفاجاه؟ والله تشوفونه في الملعب ان شاء الله. انا اقول لك ان شاء الله اليوم احنا متفائلين، الشعب القطري والجمهور يا ما يا انه بس نهائي وبس، يا بياخذ البطوله ان شاء الله. فايزين اليوم 5-0 ان شاء الله. باي 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 باي. يا عم الاخضر السعودي فرضه بين جمهوره، خليك واقعي. الاخضر السعودي ولا الاماراتي؟ 5-0 ان شاء الله. خمسه اقل رد واجب للمنتخب طبعا. جون ساندا ما قصر وصول النهائي ما قصر، اقل واجب. زين والنتيجه اليوم؟ باذن الله منصورين وما يخيبون ظنه. كم بنفوز اليوم؟ تقريبا 2-0. بنفوز على السعوديه اليوم 2-0. متاكد؟ متاكد. النتيجة 3-1 وإن شاء الله نعيد الكرة مرة ثانية. شوفه اليوم إن شاء الله. مع أعزائي المشاهدين كما تابعتم جماهير الأدعم، الكل متفائل بأن العنابي سيحصل على الكأس. هذه كانت توقعات الجماهير العنابية والكل يمن النفس بالحصول على البطولة. نروح عند زميلي أحمد ونشوف علوم الأخضر السعودي. عندك يا أحمد. نعم زميلي إسماعيل، متواجدين أمام المدرج السعودي في ليلة التتويج، إما ليلة خضراء وإما ليلة عنابية. طبعا الجماهير السعودية جاية من وقت مبكر، جاية يعني تتأهب وتآزر منتخب بلادها. اليوم راح نشوف انطباعات ونرصد آراء الجماهير السعودية في النهائي القوي جدا ما بين المنتخب القطري وما بين المنتخب السعودي. مثل ما تسمعون الأغاني والأهازيج والطرب شغالة من وقت مبكر. والله الكأس إن شاء الله بإذن الله ما تطلع من الرياض بإذن الله. منتخب قطري خوف، خذيتوها يا قطر أنا وياكم واحد، يعني كلنا سعودية وقطر عينين في رأس. المباراة مفتوحة التوقعات، ما في شيء يعني مستند إلى واقع أنه يقول لك المباراة هذه راح تميل للسعودي، منتخب السعودي أو للمنتخب القطري، لكن المباراة أصبحت الآن كتاب مفتوح بين المدربين. المباراة إن شاء الله أنا بتطلع يعني في كل الأحوال بتطلع جميلة، سواء كانت للمنتخب السعودي أو للمنتخب القطري، لكن تعرف يعني القلب يحن والمشاعر يعني تقول إن شاء الله المنتخب السعودي. مهما كان تكلم الصحفيين وتكلم الإعلاميين، ولكن المنتخب السعودي يبقى قوي مهما كان ظروف. ولو عاتب على الجمهور، العاتب الجمهور ليش؟ عاتب الجمهور يسوي واحد، لأن متعودين على البطولات، متعودين على الكؤوس، متعودين على التتويج. بإذن الله هي مجرد محطة عبور لكأس آسيا بإذن الله. بس تراك تلعب ضد قطر قوي يعني. أوكي قطر قوي، لكن إحنا نلعب بين جماهيرنا وفرضنا. وأنا أعتب على جمهور الرياض، أنا جاي من رأس النور 400-500 كيلو. الله يسلمك. أنا تمنيت أن تصير مباراة في جدة، وحتى لو في جدة بحضر. أخي الجمهور يا أخي ليه متى يا أخي؟ أتوقع النتيجة 3-0 للمنتخب السعودي، واللي بيجيبها نواف وناصر الشمراني. واثقين بإذن الله بقدرة المنتخب السعودي على حسم البطولة لصالحه بإذن الله. فرادة هدفين في 5 دقائق في النهائي المثير والمجنون. تبدأ السعودي ورد العنابي ومرأسيتين هدفين من دقيقة 16 إلى 20. مباراة مولعة من البداية. الحمد لله من فضل الله سبحانه، والأمل في المنتخب العنابي كبير إن شاء الله، ونطمح لأكثر من كذا إن شاء الله، والفوز إن شاء الله العنابي إن شاء الله. ولا المدرب ما عنده شيء صراحة، من زمان وحنا نصايح المدرب ما برأسه شيء. المدرب يلعب يحيى الشهري. لا فاز قطر ولا فاز السعودية، أنا والله العظيم إني فرحان ومستانس. يعطيك العافية.
مشاهدينا متابعي برنامج فضفض، انتهى الشوط الأول بين المنتخب السعودي والمنتخب القطري. حبايب، بدأها المنتخب السعودي وعاد المنتخب القطري في دقيقتين. وش اللي صاير في المنتخب السعودي؟ يعني ما كانوا متوقعين ردة الفعل هذه ولا شو السالفة؟ والله المنتخب السعودي يعني لعب وما قصر، لكن أنا شايف أن المنتخب القطري كان مقفل يعني. والله المنتخب صراحة صدمنا يعني بالتعادل السريع، يعني إحنا المفروض خلاص أمنت بهدف بالشوط الأول، المفروض يكثف دفاع عاد ويحافظ عليه على ما يطلع بواحد صفر، عرفت كيف؟ فإحنا ودنا بالشوط الثاني أن يغير شوي من اللعيبة وينزل الشمراني ونزل تيسير. تيسير صدمنا فيه ما نزل من أول الشوط صراحة. كان مؤثر غياب تيسير؟ إيه مؤثر جدا، أنت شايف الهجوم ضعيف على الظهير اليسار بس على العابد وخلاص ما في. المنتخب السعودي المباراة هذه ما كأنه موجود، وحلق ذي إذا فازوا والبيفوزون قطر 2. ليش التشاؤم هذا؟ ليش التشاؤم؟ لا مخالف، أنا سعود على الحكم. الحكم لا 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 الحكم الحكم يعني مستفز وغير كذا تحكيمه المدرب للأمانة. طيب ما يشرف. طيب أنت متفائل إنه المنتخب السعودي يرجع إن شاء الله، بينما شاء هو متشائم. ليش تتشائم؟ التشاؤم زي ما تشوف بالملعب، ما هي بالمسألة. حنا ما أنت راضي عن أداء المنتخب؟ أبدا. والله أنت عارف يعني مباراة نهائية على كأس ولازم يكون في ارتباك شوي من اللاعبين، فاحنا ان شاء الله نقول الشوط الثاني تحسن المنتخب السعودي وفاز عاد المنتخب القطري، فرحانين معاهم ان شاء الله. كم تنتهي المباراه؟ كم؟ 3 للمنتخب السعودي ان شاء الله. 1-1 ذكر الخليجي 15 ذكر الخليجي. طيب انا طيب زميلي اسماعيل، نرجع لك ونرجع مره ثانيه نواصل الحديث في نهايه الشوط الثاني ان شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين العنابي والأخضر السعودي. نشوف ردة فعل الجماهير. لحظة، شو رأيك في العنابي؟ الحمد لله مبيضين الوجه، يعني أول ما يبوا جول ردوا عليهم على طول. رد سريع وطالع تاخذ شايل كل فعل، رها ردة فعل على سلام عليك. كلام قوي زيت حقه. العنابي قادر اليوم على الحق لذيذ. أكيد ليش لا؟ أكيد ليش لا؟ كم تنتهي؟ إن شاء الله 3-1 اللي نقدر عليه، يعني ان شاء الله نقول نفوز، بس ان شاء الله نفوز. يلا الله يعطيك العافيه. ان شاء الله باذن الله اليوم الدوحه بتحتفل 3-1 للعنابي. اوه كلام قوي. الحمد لله رب العالمين، الشوط زين، الشوط الاول ممتاز، ادوا بشكل زين، لكن في ثغره عندنا الطرف اليمين. طرف اليمين طرف محمد موسى. إيه؟ هجمات كلها مصوبه. إيه؟ ليت المدرب يدارك هالشيء الشوط الثاني. عنابي 100%. إيه؟ عنصر التكتيك موجود. إيه؟ عنصر الخبر موجود. إيه؟ وان شاء الله نستمر على هالمنوال الشوط الثاني باذن الله. ما جاتك رهبه عقب جول السعوديه اللي جاب دقيقه 15؟ والله العظيم خفت وجاتني رهبه، بس الرد السريع. إيه؟ كان زين حقا، كان حلو صراحه في وقته. إيه؟ والحمد لله ان شاء الله نرجع الامور طيبه. الكاس ان شاء الله. يعطيك العافيه، جزاكم الله خير. منتخبنا ماسك الكوره، بس مشكلتنا نحن مندفعين شويه، شويه تركيز، ضيعنا كم فرصه، بس ان شاء الله نعوضها بالشوط الثاني. اكيد كاس ان شاء الله راجعين فيه الدوحه. اكيد ما يتمني في الرياض، كورنيش ان شاء الله لو عاد. اوه في هناك اليوم مسيره ان شاء الله، بكره ان شاء الله مع اللعيبه والكاس ان شاء الله معنا بكره. انا والله ما ادري افرح اذا سجل قطر ولا السعوديه. والله نعم فيه، كلنا اخوان. إيه؟ وبالتوفيق للمنتخبين ان شاء الله. الله يجزيك خير، ان اخذتوا فانتم تستاهلون، وان اخذناها حنا فمبروك. اكيد والله توقعاتي 2-1 ان شاء الله للعنابي. اكيد ان شاء الله باذن الواحد الاحد. مشاهدين، زلزال في المدرجات العنابية. هيا عنابية. 2-1 للأدعم، 2 القطر الثاني، وانتظر الثالث الثالث بعد. نعم رجال وسواه. والله رجال صح. والله انا شايفك جاي تاخذ بيبسي يتبرد على قلب. اكيد ان شاء الله. قول ما لحن اكيد يطرب، يعني يقول لك اسمعوا صوته في الدوحه ان شاء الله. الكاس حق العنابي يا رب. اعزائي المشاهدين، صراحه على الطاير يقول لك من قوه الشوطه اسمعوا صوت الشبك في الدوحه.
اللقاء السعودي القطري. مبروك قطر، هارد لك المنتخب السعودي. مباراة كانت قوية ما توفق فيها المنتخب السعودي، ايش اللي صار؟ والله نبارك القطر اول شيء، لا تقول ايش اللي صار. اجل وش انا مدرب الى اتحاد السعودي الى كل ابوها. الزوري لاعب منتخب الزوري ما ينفع. نبغى عبد الغني، نبغى كارينو مدرب من الاخير. ريحونا يا اخي، حرام عليكم. ابدل مهاجم ليش؟ ناصر الشمراني الشوط الاول يلعب ثلاث مدافعين، نايف الزازي نفس الطريقه ثلاث مدافعين. هذا مدرب، والله لو انا ادرب المنتخب على خطر لافوز، والله العظيم. انا من وجهه نظري ما يجلس ولا دقيقه، اذا كان في رحله الان مستعجله على اسبانيا على طول. والله اليوم كله ما نحط على المدرب صراحه، يتحمل مسؤوليه المدرب صح، بس اللعيبه وش سويتوا اليوم؟ اللاعبين السعوديين صراحه ما عندهم اي روح، يلعبون كانهم يلعبون في نادي وفي حواري. الفريق اللي فاز الافضل ويستاهل قطر، ومبروك يا قطر، مبروك. احب ابارك المنتخب القطري ومبروك الفوز، بس والله المدرب ما قدم اللي يبيه، والله في ارتباك اللعيبه زي ما شفت كذا لخبطه، بس والله مثل ما قال يستاهلون قطر. مبروك الفوز، وإن شاء الله نقدم الجاي في كأس آسيا إن شاء الله. إن شاء الله. العافية. مبروك أبو عبد العزيز. مبروك أبو عبد العزيز. مبروك القطر، وهؤلاء الرجال عملوا من أجل هذه الدولة، والحمد لله ألف مبروك. مبروك. عددنا المواسم الحلوة هذه. الحمد لله والشكر. الحمد لله. الله الحمد لله جاب الكاس لنا. طبعا أهدي هذا الفوز لسيدي سمو الشيخ تميم بن حمد، سمو الشيخ جاسم، سمو الأمير والد، وأهل قطر كلهم يستاهلون أهل قطر. الحمد لله. وهي أول بطولة كاس خليج ناخذها برا قطر. الحمد لله. عشان نثبت للناس إن إحنا التاريخ يكتب. نعم. بالأقلام العنابية. وكنا إحنا الأحق في خليجي 15. الحمد لله. حدثني عن الفرحة الكبيرة. الفرحة اليوم استأنسنا، فزنا عليهم في السعودية 2-1. الحمد لله. إحنا ما نقدر، مو بعرف شلون أعبر من الفرحة. والله كلنا. بس. قدها وقدود، واحنا رجالها اكيد، ونرجع ان شاء الله الكاس اكيد، الكورنيش اليوم. والف مبروك لاهل قطر اول شيء. الحمد لله الالف الحمد لله ان احنا بعد المجهود هذا اللي يعني عملناه لاهل المملكه اول شيء وللخليج ثاني شيء، تتوجنا فيه مع اهل قطر وفرحه اهل قطر وجزيل اهل قطر في استاد الملك. حدثني عن مشاعرك ابي لا توصف، لا توصف مشاعري، بقرب اشوفها ان شاء الله. الحمد لله. مشاعري الحين ما اقدر اتكلم، انتفض من فوق لتحت. ابارك للشعب القطري اول شيء، وابارك لسمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، سمو الشيخ جاسم بن حمد الثاني، وابارك لكل شعب بهالقطر. كلمة الجمهور فضفض يا علي. السلام عليكم. والله لا، كلمة لنا وجمهورنا. والله الأول شيء الحمد لله الفوز بعد 10 سنوات، يعني والله أحس إن تونا بادين بطولة صراحة. الحمد لله رب العالمين من 2004 وحين 2014. الحمد لله بيض وجهك أبيض، ما قصر، والحمد لله قدرنا. والجمهور الخليجي، كلمة الجمهور الخليجي. خليجنا واحد. مهدي ألف مبروك يا كابتن، هدف جميل. كلمة الجمهور فضفض الخليجي. سمعة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، الله وفقنا وخذينا الكاس بصعوبة بعد. يعني رأيك في الحضور الجماهيري في البطولة؟ والله يعني أشكر الجماهير، أشوفها كلها والله ما قصروا، الله يعطيهم العافية. الله وقت شيء نسوي بحقهم هالشيء. الله يجزيك. سمعة المتألق، كلمة الجمهور فضفض وإخوانك متابعين فضفض الخليجي. ألف مبروك صراحة للأمة القطرية. الحمد لله على الفوز صراحة، فوز ما جاء من فراغ، تعبنا. وقول مبروك لقطر الكاس. إذن أعزائي المشاهدين، كما تتابعون الصورة أبلغ من الكلام، وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية برنامج فضفض خليجي 22 والتي قيمت هنا في الرياض، وأبرز ما جاء فيها. يا رايح لدوحة قطر، وصل معاك سلامي لأهل الفخر، وبلغهم أن العنابي جاب النصر. الكل بدو وحضر، والوعد 4 العصر في كريش الدوحة. تقبلوا تحيات أسرة برنامج فضفض، صبري البغدادي ومختار وحماد العبيدي وأحمد هتان، وأنا زميلكم وحبيبكم سمعة، وإلى لقاءات قريبة مع فضفض.
يدعم وبيض هيه يا راهي بالملعب هيه عنا بنحب كلنا بنحب بدمنا عنا بنحب كلنا عنا بيحب بدمنا الكل يهتف له عنابي عنابي عالفوز هناوي عنابي عنابي يجرح ولا يداوي عنابي